اولا كنبغوا نشكروا سي عزيز خنوش على هذه المبادره اللي دار. الحمد لله تمكنا من هذا الماتريال نخدموا مع الدراري باريحيه اللي كتخول لنا ان شاء الله نجيبوا المزيد من الالقاب والمزيد من البطولات. هذا الماتريال اللي كيتكون من كواري، كيتكون من لي كوبير لي بلون كبار، جيليات التونيات تاع الدراري باش يلعبوا الماتش الرسميين، والسورفيطات باش يتمكنوا من التنقل زي موحد. والحمد لله هذا الشيء غادي يعطي الاكل تاعو ان شاء الله من هنا لقدام، نحاولوا نخدموا معاهم بهذا الشيء اللي جا وان شاء الله ما يكون على خير. والحمد لله تمكنا من نشدوا جوج ديال الحصص في السيمانه، واخا هما في الحقيقه ما كافينش، غادي يخصونا حصص كثر، ولكن الحمد لله قبل كنا كنترينيو غير في البحر، والحمد لله كاين تحسن بين الشهر اللي فات وهذا الشهر، تمكنا نترينيو هذا الشهر كامل في التيران، والحمد لله غادي نقولوا الكلمه تاعنا في كاس العرش. يونس اكدال حارس النهضه الاكاديريه لمبطوله الاطراف. اليوم الحمد لله كانت تواجدوا بالملعب اللي في المنتزه ديال الانبعاث، الملعب اللي كنا تسنينا شحال من شحال من شحال من شحال هادي، حيتاش كنا كنترينوا في البحر. اليوم الحمد لله عندنا تيران في نتريني، وكنشكروا البلديه اللي عطاتنا هذا التيران هذا باش نترينيو فيه. واليوم عندنا ماتريال اللي هدا لينا السي عزيز خنوش، كنشكروه من هذا المنبر هذا، والحمد لله الماتريال كيخلينا كي باش اننا نزيدو نخدمو ونديرو شحال من حاجه اللي كنا ما كنديروش شحال هادي. بخصوص الاستعدادات ديالكم النهائي ديال كاس العالم، الاستعداد كما كتشوف الدراري عازمين على يجيبوا نتيجه ايجابيه تما في الرباط، كلنا عازمه ان شاء الله باش اننا نربحوا هذه البطوله هذه. كما كتشوف الجروب السعودي، الجروب في محفز، والحمد لله ان شاء الله غادي تكون نتيجه ايجابيه لصالحنا ان شاء الله. اليوم الحصه ديالنا اللي هي استعداديه لكاس العرش كما ديما، وبغينا نشكروا من خلالها السيد عزيز اخنوش على يعني الهديه ديالو للجمعيه والفريق اللي هي تجهيزات ديال كره القدم، ومن خلالها كيقول لك من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فكنشكروه من هذا يعني من هذا المنبر، لانه نهار الزياره ديالو لمدينه اكادير في الافتتاح ديال الملاعب، واللي من هذا الملعب اللي كنترينيو فيه حنا كفرقه، وعدنا انه غيعطينا تجهيزات، وها هما يا ورايا اللي غيستافدوا منها اللاعبين طيله هذا الموسم والموسم الجاي ان شاء الله. وكنتمناو بحال هذه المبادرات هما اللي كيحيوا فينا العمل وكيحيوا فينا ايضا النشاط اللي ان شاء الله تكون موسميه. وكنشكروا للجميع اللي امنوا بهذه الفرقه واللي عطاوها، واليوم راه طلقنا الفيديو ديال التعريف ديال التوني ديالنا الجديد، التجهيزات اللي خديناهم باقي فيهم السورفيطات والتونيات مازال ما خديناهمش، لانه السيد اللي مكلف قالنا باقي ما وجدهمش، عطانا باقي واحد سيمانه عاد يسلمهم لينا. في نفس الوقت كاينه امبريمونت باش نخرجوا الوراق ديال الجمعيه، وكاينه كاميرا باش نوثقوا الانشطه وكذلك التدريب ديال الجمعيه، والحمد لله هذا كيزيد المكتب المسير ولا الطاقم التقني الا نشاط وعمل اللي غادي يزيد به القدام ان شاء الله. فيما يخص الملعب اللي دابا يعني في هذا الملعب الملعب الحمد لله يعني الملعب ها هو حنايا الحمد لله عندنا جوج حصص في الاسبوع، ساعتين السبت وساعتين الاحد، فهذا من خلاله كنشكروا المجلس البلدي ككل لانه تجهيز في المستوى، وكنتمناو الفرق اللي كيترينيو فيه اللي يلعب ينظف بلاصتو ويحافظ على النظافه وايضا التجهيزات، لانه كلنا كنستافدوا منه، هذه الفئه حتى هي محتاجه انها تفرغ الطاقه ديالها في الرياضه. كنا قبل كانت معاناه كبيره لانه ما كناش عندنا تيران، وفي نفس الوقت كان ما عندناش يعني واحد الحصه اللي هي ستابل، كنمشيو غير نشدوا ساعه هنا وساعه لهي، وكنلقاو مشكل حتى في الماتيريال، ومازال لاقي المشكل دابا في الماتيريال ديال اننا فين نحطوه، ولكن غنتقاتلوا معاه لانني انا اللي كندي الماتيريال وكنجيبو من الدار باش نعطيه للدراري يترينيو به. ان شاء الله نتلاقاو في مستقبل الايام مقر يكون عندنا حتى حنايا اللي نحطوا فيه الماتيريال ويكون فيه المسائل كلها مقاده، وان شاء الله شويه شويه نقطه نقطه كيحمل الواد، راه كيكوننا وكيولينا. فبصدق انني كنشكر الناس اللي وقفوا معنا واحد واحد، وقفوا معنا سواء ماديا سواء معنويا، وامنوا بالفرقه، ملي تنقول امنوا بالفرقه فعطاوها الحق ديالها، راه في الاول ما كناش كاع حتى واحد زعما ما مسوقش لهذه الفئه وما همش، الحمد لله من خلال هذا الاهتمام راه كتشوف النتيجه اننا جبنا بطوله، واننا دابا في الفينال، وان شاء الله غنلعبوا نهار 14 في الرباط، وان شاء الله نجيبوا اللقب ان شاء الله، نتمنى يكون اللقب ديالنا.
بخصوص التوني اللي ان شاء الله تعالى طلقنا اليوم 30 الفيديو ديالو التقديم اللي درنا، كانت فكره زوينه اننا نعرفوا بالتوني ديالنا في مناطق سياحيه في المدينه، اكادير وفلا، سوق الحد، والها، وكذلك مسجد محمد الخامس اللي في طالبرج، وكذلك الملعب هنا ديال الانبعاث. فمن خلاله عطينا دي ميساج بان المدينه عندنا مدينه سياحيه ومدينه اللي فيها بزاف د الحوايج تقدر تشوفهم، وهذا هو المبتغى ديال الفكره اللي بغينا من التوني. وكذلك التوني ديالنا فيه تفاصيل امازيغيه محضه اللي بغينا الناس يتعرفوا عليها، اللي هي اللغه الامازيغيه اللي معروفه بها جهه سوس مسا. وكذلك لعبنا على الديزاين ديالو بانه جوج الوان اللي معروفين اصلا بالفريق الام ديال الجهه اللي هي الحسنيه بالبيض والاحمر، فكذلك حتى احنا في القانون الاساسي ديالنا عندنا جوج الوان اللي هو البيض والاحمر الفريق ديالنا، ونتمنى ان شاء الله نجيبوا بها الازدواجيه. بخصوص الترونسبور كنا دفعنا الملف ديالو، والسيد الوالي الله يجازيه بخير عطانا يعني الحمد لله عطانا كلمه اننا الترونسبور ديالنا ان شاء الله غادي نتسلموه، فنتمنوا ان شاء الله ان الترونسبور ديالنا نلقاوه العام الجاي باش نبقاو نمشيو حتى حنا بكرامه بحالنا بحال الفرق الاخرى، لاننا الحمد لله كنخدموا بشكل يعني اسبوعي، ونقدر نقول لك حتى شكل يومي، لانه باش نوجدوا هاد الشباب نكونوهم رياضيا ونفسيا واجتماعيا كذلك باش حتى هما يكونوا شي حاجه في هذا المجتمع. ومن خلال هاد المقابله هذه كنشكروا فيها السيد الوالي سي سعيد امزازي اللي صراحه من خلال الزيارات ديالو ايضا التحركات ديالو التدشينات ديالو لهذه المدينه، فالحمد لله كنشوفوا يعني واحد الالتفاته اللي هي زوينه لهذه الجهه، وكنتلقاوه انه حاضر في بزاف ديال الانشطه كما كذلك المجلس البلدي ديال اكادير. فهذا الشيء كيعني ان المدينه الحمد لله غاديه في الطريق الصحيح، تولي بحالها بحال مراكش بحال الرباط. ملي كنمشيو للرباط كتشدنا واحد الغيره تنقولوا علاش المدينه ديالنا ما تكون بحال هكا. الحمد لله حنا غاديين في هذا الطريق اننا نشوفوا فضاءات خضراء، اننا نشوفوا ملاعب، اننا نشوفوا بلايص اللي يقدروا يجلسوا فيها العائلات، وهذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل ايضا المسيرين ديال هذه المدينه وكذا. يعني نقدروا نقولوا الحمد لله حنا غاديين في الطريق الصحيح. فكنتمناو لا السيد الوالي ولا المجلس البلدي الا التوفيق ان شاء الله، وحنا كساكنه وحنا كمسيرين ديال الجمعيات الرياضيه ما غادي نعاونهم الا اننا نحافظوا على هذه الممتلكات الرياضيه، وايضا المسائل اللي هي كنستافدوا فيها احنا يعني كمجتمع مدني وكذلك كساكنه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.